في إطار استعدادات الفريقين لمسابقة كأس اللواء، محمد الفارس رحمه الله يلتقي على أرضية ملعب الراعي نادي أزوراء القادم من مدينة جرابلس مع نادي تدمر القادم من مدينة الباب. لنتابع. الكابتن شادي مرهوم حكم في الدوري السوري في إطار استعدادات الفرق لبطولة الشهيد محمد الفارس، التقى على أرض ملعب الراعي فريق الزهراء القادم من جرابلس وفريق تدمر القادم من الباب. انتهى الشوط الأول بالتعادل 0-0 للفريقين، ونتمنى النجاح لكل الفرق المشاركة كان بمسابقة الكاس ولا بالدوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكابتن خالد أحمد حسين لاعب نادي تدمر. نحن الآن في مدينة الراعي في مواجهة الزوراء من جرابلس استعدادا لكأس الشهيد اللواء محمد الفارس. الشوط الأول انتهى 0-0، وإن شاء الله الشوط الثاني إن شاء الله بيشد لتليق المباراة بجماهير تدمر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا إبراهيم خطاب اللاعب نادي الزوراء. نحن اليوم في مدينة الراعي نقوم بمباراة ودية بيننا وبين نادي تدمر تجهيزا لدورة اللواء محمد الفارس. انتهت المباراة، انتهى الشوط الأول ب0-0. إن شاء الله نقدم بالشوط الثاني مباراة حلوة تليق بالجماهير إن شاء الله.